هذا الإنجاز التاريخي لدبي والمتمثل برفع المستقبل الشمسي لأعلى برج شمسي في العالم الذي يتجاوز ارتفاعه 260 متراً في أكبر مشروع طاقة شمسية مركزة في العالم ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واستثمارات تصل إلى 15 مليار و800 مليون درهم وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الرابعة 950 ميجا وات. يعزز المشروع ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ونعاهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة مسترشدين برؤية سموه الثاقبة وتوجيهاته السديدة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 للوصول إلى 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.